الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو تحت الهملة الانتخابية بعد نتكلم عليها، ولكن الآن الموضوع الرئيسي هو موضوع تأسي الرئيس الفائز، المرشح الفائز، الرئيس المرشح الفائز. ما كان حتى قال لك ديروا ربع أيام صبح سيخونا تبون باش ختمها، قال لك ختمها في الجزائر وفي لاصال فلاكوبول، وجابوا له الناس بلي بوس من بليده من بيرتوتا من ديا من جلفا من كل جهه، جابوا الناس من كل جهه، ارواح اركب تحوش في العاصمه يعطوا لك ساندويتش وكاسكيطه ويزيدوك مصاريفها. هذا اللي داروا ليه، الوغ جابوا من تيبازا جابوا كاع صابر باش عمرو، ويفيدامون الناس كانوا يجيبوا تاع دراهم لي فونكسيونير كامل بصفه جدد باش عمرو بهم الصلاه. المهم سي با ساهل شي هذا، هذوك اللي جبتهم بالسيف ماهمش راحين يفوطيوش، ما يفوطيوش. بون داروا هذا التجمع واش باش تميز التجمع، التجمع تميز بزوج كذبات، تسمعوا لي الاهداف سيتو جوروتيا. انا جروتين بالكلام الفارغ نحكم، قال انا بدا راح ندير كذا نصب شغل وسجلوها روحوا حاسبوني، وكان حاسبوك كان بدا نحاسبوك بالتجربه تاع تمارس بالتجربه تاع تمارس، نبدا بالبول يونيفرسيتاري تونسي تاع تمارس وين راح يجي تقول لنا حاسبوني نحاسبوك بهذا يا روح سدير. لا ما كانش المهم، دونك سي تبون نعرف عليه هو عاد يعرف الفراغ وكذا، ولما يتكشف تبون قلت لكم راهو مهبول استفوا، باسكو واحد اللي في كامل مدارك العقلية ما يديرش راهو يدير. واش تبون ساب اللي كاين يوتيوب، ويوتيوب ما تحكمش فيه الجزائر، وفيه تسجيلات تاعو لما كان رخيص، لما كان يتمرخص في لاكوبول، وماش يقول يقول لك كان يقاوم في جماعة بوتفليقة وكان باطل وكان كدا، والحق يعني الهضرة الحق به الكلام انه يتكلم حتى هنا المعلم تاعو هو يحيى سمعت، واللي جابهم ديجا كيتكلم على يحيى ملي جاو يحضروا ويهزوا الشيدة بروف الشيدة جماعة الإيراني اللي كانوا كلهم يسجدوا ويركحوا لو يحيى ويصفقوا له صعيب، لا جايب لجماعة تاج تاع عمار غول كامل كامل كانوا شيات، إلا فين كان شيات، هذا جبل المستقبل والبناء، كلهم كانوا شيات، هذاك بن قريدة ما كانش وزير عند بوتفليقة شيات مات، كنت نقول 17 سنة وزير عند بوتفليقة، ولما يجي يقول لك أنا كافحت العصابة، والعصابة كانت خلات الجزائر في تهديدات، والجزائر ومن بعد دخل فيها الصحراء الغربية وفلسطين وكدا، ويوعد ولي كاين وين يشدوه، لما يتكلم معنا ويحيى، على ويحيى وشكون؟ يقول لك هذاك اللي قال جوع كلبك يتبعك للدار، احنا اللي قلنا احنا على ويحيى، قلنا له كيفاش تقول هذا الكلام وعيرناه وقلنا مورنا، تبون كان يصفق له. ايه تبون كان يصفق له، تبون اللي يجي يقول لك هذا ويحيى
اللي قال تبع كذبك جوع كذبك يعتق، احنا ما نجوعوش الشعب، الشعب ماشي جوعته، فقرته قتلته سجنته درت فيه العجب، درت فيه لا عجب الشعب هذايا. عمر جيت تكلم على ويحيى وتقول باللي كان النار تهضر فيه اليوم، قولوا في الحبس والفساد، انا ماشي باش ندافع على يحيى، ما ندافعش، انا يحيى ضربته كي كان وزير قلت ما خليتش فيه، وهاي راه ما فيها دي جينيرو مزات موجودو وحكيت عليه كاع، لانه يحيى عرفتو كي كان يدير سيرفيس ناسيونال في رئاسة الجمهورية في ديبارتمون انفورماسيون في دارة الإعلام، وأنا كنت صحفي في الجمهورية، مي عرفتو من بعد عرفت عليه الباقي وكثر، وعرفت خو الله يرحمه اللي كان افوكا الغاني، نعم مش الغاني، لا حبيبي مات الله يرحمه، لعيفنا دوت تكلمت عليه زمان، الوقت اللي نتكلم عنه يحيى نقول كيفاش يقول جوا كبك يتبع شباب الدار، وقلت من يوتيوب نهار يمشى يعمل حملة في أم البواغي البوتفليقة في العهد الرابعة، كنت أنايا نوجه في نداء للأحرار تاع أم البواغي باش يبادلوا، الأحرار تاع أم البواغي والولاية الوحيدة اللي ضربوا فيه ويحيى بالياورت، قال لهم الناس ناس كان تاكل ياورت، يعني حاجة اللي يوصل ياورت، أما في البواغي وكلوه الياورت، ضربوه بالياورت، ولا واحد داراو كان ذاك الوقت تبون يركع لأويحيى، ودي لا، خويا متصور، ها تفضل تفضل. أحمد ويحيى نومي إيير ماردي أو بوست دو بروميير مينيستر بار لو بريزيدون دو لا ريبوبليك عبد العزيز بوتفليقة، أبري أوفيسيلمون سو ميركودي سي نوفيل فونكسيون لور دون سلاوي يسلم ويحضن أن لا باساسيون كونسيين تسليم المهام في قسم الحكومة، هو ما طولش ما دارش ثلاث شهور قالوا طبق، وما شكا وما بكا، ما قالش علاش تحاوزوني ولا قال هو اللي طلب يروح ديميسيونال، لا هو ما ديميسيوناش، ما ديميسيوناش، حاوزوا سعيد بوتفليقة، محبة بوتفليقة، والسعيد بوتفليقة هو اللي حطو ماشي دار، ها نسمع دوك شنو قال عليه يحيى في لاباساسيون كونسيي باش نعرفوا واش. ديكوتي لا ديكلاراسيون دو بروميير مينيستر أحمد ويحيى. بداية أتوجه بالشكر لأخي وزميلي الأخ عبد المجيد تبون وزير الأول السابق على ما أداه في إطار المهمة، وأتمنى له كل الصحة والهناء في حياته وفي مساره. عليك قل نتمنى له بعد هذا كل هناء في حياته ومساره. أتراكش طبقوه ماشي قال ما قالوش بوس واحد اخر سي تيرميني، حاوزوا السعيد بوتفليقة، حاطه بوتفليقة ونعطيه الكوراج، ما عندوش شجاعة باش يقول راه ما عنديش بوتفليقة عيني سعيد بوتفليقة، وما عندوش شجاعة يقول للسعيد بوتفليقة يقول له ما نمشيش انا حتى نشوف الرئيس، ما يقدرش، شو كان راه خاسون، كان راه خاسون هذا يجي يضرب يلعبها راجل ويلعبها هذا جيش، اسمع واش يهضر دوك اسمع. اخي وصديقي ورفيق الدرب سي احمد، الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس. ايوا رفيق وصديق ورفيق اخوه وصديق ورفيق الدرب، هاو يهنيها الثقة المجددة اللي وضعها فيه الرئيس. ايوا هاي واعتبر أن ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير. اسمع مليح ها، ثقة في محلها يعني مش لقدر ثقة في ويحيى في محلها، له كل تجربة وكل حنكة وكل خبرة. ها يس. كثير أصعب ظروف. فيما يخصني شاكر في خامة الرئيس ثقة
الثقه اللي وضعها فيا ووصلت لقصر الحكومه. يشكر فخامه الرئيس وما يحطوش فخامه الرئيس كان اش اس كان مراقب يشكر فخامه الرئيس اللي حطوا السيد بوتفليقه الثقه اللي حطا فيه ووصلني لقصر الحكومه. فرحان كي وصل لقصر الحكومه ومن بعد قال فرحي وصل الجمهوريه والنقاط ناس غالي زين شاكر فخامه الرئيس الثقه اللي وضعها فيا ووصلت لقصر الحكومه. شاكر رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه الثقه اللي وضعها فيا اني وصلت لقصر الجمهوريه. انا وين رحت هذا الكفاح والمقاومه اللي كنت دايرها ضد العصابه تاع بوتفليقه وهذا ويحيى اللي يقول لهم جمع كلبك يتبع كلبه بالدار. احنا نشوفوا فيك واضح اكثر من هذا اكثر من هذا كنشوفوا فيك. شوفوا الانبطاع التاريخي شوفوا الانبطاع التاريخي شوفوا هذا يرابع كي حيوان شوفوا يرابع كي حيوان على يديه ويمشي يمشي على شكون شكون الجزائري الحر او الجزائريه الحره اللي صح يحبوا الجزائر شكون ويقبلوا الجزائر يكون على راسها واحد يرابع كي الحيوان كبات يمشي لانه بوتفليقه قال له روح سلم على سيدك الشيخ شيخ زاويه شكون الجزائري الحر اللي يقبلها يا ناس اللي يحب الجزائر يبارطاجي هذا الفيديو على اوسع نطاق خلي الناس يعرفوا هاوليك اللي حابين يحطوه ماشي الشعب راح يحط العسكر العهرية البوندية الجبناء اللي ما عندهمش الشجاعة يقولوا احنا اللي رانا نحكموا احنا رانا حاطين تبون بغى اللي بغى وكره اللي كره ما عندهمش الشجاعة هذه لأنهم كلهم مجرمين كذابين ساقطين هذوما الضباط تاع الجيش الجزائري عشان ما يسعفش بما همش داخل هذاك المجموعة تاع المقررين تاع لي ديسيدور دو لومبر سينو كلكم الخاس جميع من يطلع كراد جينيرال رخص ياكل لازم يكون ندور في الرخص دونك هذه الكذبه الاولى تاع تبون جبدناها تاع انه كان يقاوم في العصابه تاع بوتفليقه هذا واش كان يدير مع ويحيى وانا وريناه كيفاش كان يقاوم مع بوتفليقه يمشي على يديه جنور كان يقاوم مع سلال ها كيفاش يقاوم مع سلال هاي اسخن خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا الجيريه ايفولوي دوك ماكمش على كوت دي الجيريان دي الجيريون او خليونا خليتونا غير في الترغودة تعرف شو الترغودة هذيك الحشيشه الرامجه هذيك اللي ناكلوها كي تعود الميزيريا يا احنا تطورنا صاحبي فو با كون قاعد يتثقفوا شويه لازم جو ريست فوندامونتالمون ديسو شفتوا كيفاش يربي فيه تقفوا نحكم ثقافة الكراجات نحكم هو مهبط راسه يا ناس شكون يقبل على راس الجزائر واحد رخيص كيما هذا يوبخ فيه هو وزير يوبخ فيه الوزير الاول يوبخ فيه هو ساكت اليوم راح يجي على راس الجزائر اليوم راح يجي يمثل حتى لما يكون على راس الجزائر شو شي يدير شوف On parle de quoi il y a deux minutes avec ton conseiller. Combien là ? On va tirer. Je suis un matron. Quand nous, il y a deux minutes, on parlait de toi. Je crois que nous devons de toi et d'assurer. On se marque que l'eau. Combien ? Bien sûr. Chef tout.
شفتوا هاوني كذا خلنا نبدأ نزيدوا درك نكملوا على هذا اللي راه يقول لازم ديما نجبدوها ونذكروا هذا اللي يقول لك كان يكافح في العصابة لو غلط فمه ما بقاش كلام على اللي ما جبتش كان يكافح في العصابة يا ولد الحرام الوزير الوحيد في 62 سنة استقلال اللي عطاه له وسام الجمهورية شو عطاه الوسام بوتفليقة العزيز بوتفليقة أشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على منح وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ عرفانا وتقديرا لنتائج الكبرى المحققة في مجال السكن والعمران سكن محمود عليان. فقد قرر فخامة الرئيس صدر مصف الاستحقاق الوطني في سابقة هي الأولى من نوعها في بلادنا وبتكليف من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في حفل تكريم وتشريف يسدي وسام العشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ. قرار يصدر الناس في نفس اليوم هو والوالي بديروا نفس الوسام تعرفوا علاش على خاطرش هو والوالي صابوا وتفاهموا ودبروا 1000 متر مربع وين في سعيد حمدين نعم كارتي شيك مشكور الدكتورة عشيقة بوتفليقة مريض عشيقتها هذا كان يخدم عشيقة بوتفليقة ويجيب لهم الموصول تاع التراب من لوطيرا باش يبنيو فيلات ويقول لي كنت مكافح باش كنت تكافح تبون باش كنت تكافح شفتو هذا على رأس الجزائر أبدا نجيب لكم كلمة ثانية تبون جديدة يا ولدي ما عندوش يامات قال لك احنا القوة الاقتصادية الثالثة في العالم اسمع ما نجيب له والو أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم وما جاش هكا اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم اليوم ما كان مونتاج ما كان هاد ما كان دونك كان نروح نشوف فيديو جديد نحاول العالم من قبل عندي دوس بانا عجب الفيديوهات اللي كانوا عندي نعم ما صحة قلنا بلاش مهبول بلاش كان سكران بلاش ضرب شوية البيضة يا رئيس نهدو عليها كينا عالبوها هذا شن هذا رئيس هذا رئيس الناس هذا رئيس تبون الكوكايين خلوا في الشارع تبون الكوكايين عني صدقنا لكن خابط ولكن ضرب شوية بيضة نف ولكن مهبول يا أخويا صدقنا قلت قوة ثالثة هذا أنا قوة ثالثة نفرحول كذا منا بصح البارح مرتاح قوة ثالثة في العالم شوش قال قومي تاعنا الدخل القومي تاعنا ارتفع كيما الدخل القومي ارتفع باش بالغاز والبترول اللي السومه تاع البترول اليوم السوم تاع البترول لو كان يبقى حابط السوم تاع البترول والغاز اما ما تسمعش الحكايه تطلع
لما يطلع لك تارك شغل هذاك اللي عنده سبعه يبيع فيها ويخبي في درامي يبيع والسوم هذيك تطلع الشهر يطلب الناس كاع يخدموا فيها وحرب بين روسيا واوكرانيا اللي شجعت باش الاسعار تطلع وكذا ودايرين الناس مقاطعين دايرين حور على روسيا دونك ما عندهاش عندها بترول ربي واش خلات تطلع وتبكي وخانقت كرول بصح نجوي ويا للصح اسمعوا يا اخي قال القوة العالمية الثالثة بثالثة في العالم ايران تاع افريقيا اليوم اقتصادنا هو الثالث في افريقيا ماشي في العالم في افريقيا واش بيه في سمانة تقلب طويلة بني في العالم وناس كاع على بالهم في العالم وقال في افريقيا باعتراف كل الهيئات الدولية لا بنك مونديال لو اف ام اي لا بنك افريكان شوف فرحان يا ودي قلنا لك انا ندخل القوم الذي دخل هذا راهو بترول طلع ما شوف الجزائر ما تنتج ولا شيء ما تصنع ولا شيء بكري وي كانت تصنع كانت كل وي كان شيء باين سمع كيش ما تبنى مركب بكري تاع بترول كيش ما تبنى محطة تاع كهرباء بكري كانوا هكذا عندنا محطة كهرباء تاع سكيكدا أكبر محطة في إفريقيا في ذاك الوقت لي كومبلكس بتروشيميك المركبات البتروكيماوية في سكيكدا في أرزيو داري الحانة المركب تاع الحجة هذيك البحر يقول وي والجزائر كان طالع المستوى تاعها الدينار كان طالع ما يتباعش في بورسعيد داخل بيتكركر ما كانش يتكركر الدينار هاي قد عندي اقتصاد ما قدش عندنا اقتصاد ما. هو فمو قال ما عندناش اقتصاد هو فمو عنده عميق قال ما عندناش اقتصاد هاي هو فمو كان عندي بلوك نحوس عليه هذا الفيديو هذا والله لا والاخوان اللي يسمعوا فيا اللي قادر يحصل عليه يبعث لي هو قال ما عندناش اقتصاد في هذا كان يجيبوا له الطراطير تاع صحف بودورو دونك تبغوا فاهم روحك انت كنت مقاوم ضد بوتفليقه انا كنت شيات وتركع لبوتفليقه ويعطيك وتجيب له الطيران العاشقه تاعو ويعطيك بوتفليقه ويسامح الاستحقاق وعشير درجه عشير وانت الوحيد اللي اديته من وزاره وزوخ الوحيد من الولاد للدواء ما هذا والكذبة الثانية كما شفناها قلنا انت يا اسكو حنا قوة اقتصادية ثالثة في العالم ولا في افريقيا فاهم روحك وكي تحسب الدخل قلنا هو تسماش قوة اقتصادية ما تنتج حتى شيء انت الشعب يهرب على زوارق الموت لانه ما صارش باش ياكل الشعب يدير لاشان على الماء يدير لاشان على الحليب جزيرة سموها طابورستانس هذه قوة اقتصادية ثالثة أنا ما شفتش الكينيين يديروا لاشان على الحليب ما شفتش الصوماليين يديروا لاشان على السميد ما شفتش أي شعب أفريقي نيجيري اللي بجنبنا ما شفتش ينوض 14 الصباح يديروا لاشان بالشري والحليب ما تعاملش مع الآخرين قارن مع النيجر مع البوتسوانا مع احترام كل الدول اللي راه بخير منا اللي راه بخير منا لانهم ما ينوضوش يديروا لاشان وما يروحوش يموتوا على قوارب الموت وعندهم الغاز وعندهم البترول والذهب والمونغانيز عندنا اكثر من الناس هذا نختموا به سي بون ونعديو عند الحمله كيفاش كانت لازم نشوفوا